بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عينة جزء من صدفة محار. مثل ما تلاحظون هذا المحار عبارة عن فصيلة منتشرة جدا في الخليج العربي وأيضا في جميع مناطق العالم، كونها في أكثر من 25,000 فصيلة من هذا الحيوان. طبعا يوجد فصائل منقرضة قديمة ومتحجرة، إن شاء الله راح نعرضها في المقاطع الجديدة. وطبعا هذا الحيوان يتغذى على المواد مثل الطحالب، خلايا الأنسجة النباتية، المواد السائلة، أيضا يتغذى على ممكن اليرقات، ممكن يتغذى على أيضا حيوانات مجهرية، ممكن يتغذى على مخلوقات أخرى على حسب نوع الفصيلة وعلى حسب موقعها وعلى حسب كمية تواجد المخلوقات، وأيضا ممكن يتغذى على أنواع من الطفيليات الضارة، لأنه مفيد بعض الأحيان يكون مفيد للبشر كونه يكون منظف. ممكن أيضا يكون يعني أحد السبل التي تنظف البيئة من المخلوقات الخطيرة. وإن شاء الله راح نرفق درس جديد فيه تشريح لهذه الفصيلة بالتحديد في مقطع آخر، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله يعني راح نعرض لكم عينات أقوى من هذه العينة بنسب كبيرة. هذا بس يعني للتعريف عن هذه المخلوقات. طبعا العينة الداخلية عبارة عن عينة قوية جدا، ممكن تتحمل الظروف الصعبة والحرارة والرطوبة أنواع الظروف، وأيضا ممكن تكون الصدفة نفسها صمغية تصمغ الجسم إذا حست بالخطر. إلى هنا انتهى الدرس، إن شاء الله نشوفكم درس قادم.